لما صورنا لكم ديك لا بروميير بارتي ديال شارع الحسن الاول جيت لهاد لا بارتي هادي. المهم كما كتشوفوا هنا معايا هنا راه المحلات التجاريه كلهم سادين، الغالبيه ديالهم سادين كما كتشوفوا معايا. دابا هاد المحل هذا هو اللي كيشكل الاستثناء، وكما كتشوفوا معايا هنا البلون ديال هاد الشارع هذا راه ما بقاتش، كاين شي شوارع اللي جاوا حدا الشانتي مباشره بحال دابا هذا. دين هنا خصهم يحترموا ويخليو واحد لي سباس فين يستاسيونيو عباد الله. إذن ها هو المشروع هو هذاك كما كتشوفوا معايا، المشروع ها هو البسط ديال امال واي، راه هما لي زونجان ديال فياس. كما كتشوفوا معايا درنا لكم هذه الجوله هذه، نتمنى انها تعجبكم. اخر المستجدات بالنسبه لهاد المحلات التجاريه هادو خصهم ياخذوهم بعين الاعتبار ويديروا لهم شي بلاصه فين يستاسيونيو عباد الله، سينو راه غادي يتصابوا بالكساد التجاري. بالنسبه لي كما قلنا المسؤول على هاد الشركه هادي على هاد الاشغال ديال فياس، المهم ديال بي اش ان اتش ماشي ديال فياس، حيت فياس اصلا شاده غير دوزيام لو. المسؤول هي شركة اكادير موبيليتي، وبالنسبة لاكادير موبيليتي راهي شركة خاصة والرئيس ديالها هو عبد الواحد القاسمي. وبالنسبة للمشاريع الاخرين كاملهم راه شادهم سوسماسا اميناجمون، والرئيس ديالها هو منير جبيلو، وهادشي كاملو الرئيس ديالهم كاملهم هو الوالي ديال جهة سوسماسا عامل عملية أكادير السيد أحمد حجي. إذن هنا ما غاديش يكون عندهم مشكل، هنا كاين لي زباس فين غيوقفو الطونوبيلات كما كتشوفو معايا هنا. دائما حنا في شارع الحسن الأول، شارع الحسن الأول تا هو راه من أقدم الشوارع في مدينة أكادير مقارنة مع الهدى، لأن الدخلة راه بدات في سنوات الثمانينات فاش بدات. كما كتشوفوا معايا هنا، إذن هنا غادي ما غاديش يكون المشكل ديال لي زيسباس دو ستاسيونمون، غادي يقدوهم هنا. كما كتشوفوا معايا هنا ديال المحطة ديال افريقيا، ها واحد لونجان ديال البياص فين واقف. يعني شتو معايا هاد لابارتي هادي كل هاد المحلات هادو كلهم مسدودين ما عرفتش علاش. الله يحسن العوان، راه هادشي راه التجارة في العالم كتعرف الكاسات ماشي غير المغرب. بحال دابا هادي كاملة مسدودة. ديال بحال دابا هنا ما غاديش يكون مشكل، هنا غادي يديروا فيه لي باركينغ ديال الطوموبيلات فين يوقفوا، وهنا يقدروا يدوزوا فيه الطوموبيلات بأريحية ماشي مشكل، ويدوز فيه البي اش ان اس. انا كنهضر على البلايص اللي ما فيهمش فين يوقفوا. يعني نحاول نحبس انا هنا لا كارفور، لا كارفور نحاول نحبس وندير لكم الفيديو الثالث.